النقاش الآن حول هذا الموضوع. نرحب الآن بضيفنا مباشرة من القاهرة. نرحب بالسيد رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان. أهلا بك معنا في المشهد الليلة. ربما هنا في البداية، هل هي فعلا عودة طوعية كما توصف؟ على الإطلاق مساء الخير. على الإطلاق ليست عودة طوعية، ولن يكون هناك عودة طوعية للسوريين الذين أجبروا على الهجرة أو على اللجوء إلى دول الجوار، ومن بينها لبنان التي تشهد أكبر حملة عنصرية الآن ضد اللاجئين السوريين في لبنان الذين يطلق عليهم اسم نازح، والنازح يكون داخل وطنه ولا يكون داخل دولة أو إلى دولة أخرى. لذلك أقول ليست عودة طوعية على الإطلاق، هي عودة قسرية من قبل الجيش اللبناني، من قبل الأمن العام اللبناني بتنسيق مع النظام. ودعنا نقول ما سمعناه الآن من حسن نصر الله يعني يتطابق ويتفق مع ما قاله أحد الزعماء اللبنانيين المعارض لحزب الله بشكل كبير جدا، والذي كان يدافع عن الثورة السورية والمعارضة السورية سابقا، وإذا به الآن يتحدث عن تكلفة السوريين في لبنان، أو كلفوا لبنان ما إلى 70 إلى 80 مليار دولار. من أين لبنان 70-80 مليار دولار؟ من أين أيتوا بها؟ وكيف لبنان أن يملك هذه الميزانية يكلف اللاجئين السوريين الدولة اللبنانية والخزينة اللبنانية هذا الأموال؟ هي تجارة بمأساة السوريين من قبل اللبنانيين، سواء المؤيدين لحزب الله أو المعارضين لحزب الله أو المؤيدين للنظام السوري أو المعارضين للنظام السوري. وهناك أيضا من يتهم الأوروبيين أيضا بالمتاجرة هنا بالسوريين المتواجدين في لبنان، أو ربما لأنهم يسكتون ربما عن هذا الوضع، فماذا تعلق على ذلك؟ بشكل قطعي، يعني عندما وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه الآن، أين كانت الدول الأوروبية أو الدول الغربية التي تتحدث عن الإنسانية ودعم اللاجئين؟ لماذا لم يكن هناك حل وحلول في سوريا لعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم وأن يبقوا يعني كراما في وطنهم؟ ليس بمثل ما قال حسن نصر الله، مثل ما قيل يعني العدو أمامكم يعني البحر خلفكم، فاختاروا ماذا تختارون. لذلك أقول بأن الدول الأوروبية تتحمل مسؤولية كبيرة. البيانات لوحدها لا تكفي. إذا ما فتحت السلطات اللبنانية بشكل حقيقي البحر من أجل أن يركب هؤلاء السوريين مراكب التهريب باتجاه قبرص ويغرقون في قبرص، من يتحمل المسؤولية؟ الاتحاد الأوروبي، الدولة اللبنانية، من يتحمل مسؤولية هؤلاء الذين ليس لهم يعني ملاذ آمن؟ دعني أقول لك، نتحدث عن الذين هم الآن اليوم كانوا في الحدود السورية اللبنانية، لكن لم نتحدث قبل يومين الجيش اللبناني داهم أحد المخيمات في منطقة بر الياس وقام بالاعتداء واعتقال نحو 100 لاجئ سوري، وقام ببعض ضربهم بيحس بطاقاتهم الشخصية، وقام بإتلاف هذه البطاقات وأجبرهم على العائلة الذهاب باتجاه الحدود السورية اللبنانية. بعضهم ادخل داخل الأراضي السورية ومن ثم عاد الكرة عبر المهربين وعاد بالدخول إلى الأراضي اللبنانية. لذلك أقول هذا ملف للتجارة اللبنانية الداخلية، وليس السوري هو الذي تسبب بانهيار الاقتصاد اللبناني. طيب فيما يتعلق ربما بالحل الجذري والحل المطلوب الذي أشرت إليه منذ قليل، والذي ربما هناك مطالبات سمعناها عدة مرات للوصول إليه في الفترة الأخيرة، ولكن فيما يمكن أن يتمثل هذا الحل الجذري لمشكلة اللاجئين السوريين في لبنان؟ يعني لا حل في لمشكلة اللاجئين السوريين في لبنان، في تركيا، في الأردن، في العراق، إلا بأن يكون هناك حل ديمقراطي في سوريا يؤمن حياة كريمة لهؤلاء السوريين وآمنة داخل الأراضي السورية. ما دون ذلك لا أوروبا ولا غير أوروبا تستطيع استقطاب ملايين اللاجئين السوريين الموجودين في لبنان، موجودين في الأردن، الموجودين في تركيا، والذين يتاجر بهم بشكل كبير جدا. ودخل العراق حقيقة الأمر على خط إبعاد السوريين من الأراضي العراقية باتجاه الأراضي السورية. كل هؤلاء يريدون أن يقولوا بأن مناطق النظام هي آمنة، والواقع لا يوجد أي منطقة آمنة داخل الأراضي السورية. وبالتالي ربما هذا ربما يدفعنا للتساؤل، هؤلاء الذين يعودون اليوم ربما بالمئات، يعودون إلى أين وإلى ماذا وبماذا سيعيشون هنا؟ لا نعلم حقيقة الأمر من هم داخل الأراضي السورية، يبيعون كل ممتلكاتهم من أجل الخروج من سوريا التي تأتي فيها الكهرباء لساعة أو ساعتين في اليوم ولا يوجد مقومات الحياة فيها. لذلك أن تعيد هؤلاء السوريين إلى داخل الأراضي السورية وترمي بهم إلى التهلكة، وبعد ذلك تقول بأن نريد أن نحل المعضلة السوريين في لبنان، أعتقد بأن هذا ضرب من الخيال، وهذا تجني على حقوق هؤلاء اللاجئين السوريين الذين هربوا من الحرب إلى داخل الأراضي
القاده اللبنانيه، وحسن نصر الله عندما يتحدث اليوم عن السوريين لماذا لا يخرج حزب الله من داخل الاراضي السوريه الذي يحتل الكثير من المناطق، مناطق الموجودين داخل الاراضي اللبنانيه في القلمون وفي ريف حمص الغربي. لذلك اقول بان حزب الله هو سبب اساسي بمأساة هؤلاء اللاجئين السوريين داخل الاراضي السوريه. طيب هناك بعض الاصوات الحقوقيه التي علقت على الصور، صور نقل هؤلاء المئات من اللاجئين السوريين عبر شاحناتهم الى ذلك، ووصفت الصور بانها لا انسانيه وما الى ذلك، يعني هل تتفق معهم فيما يتعلق بطريقه النقل هنا؟ يعني أين الإنسانية بكل هذه الممارسات التي شاهدناها خلال الأشهر الماضية في الأراضي اللبنانية من سياسيين ومن قوات أمنية ضد اللاجئين السوريين في لبنان؟ يعني نقلهم في الشاحنات ليس إلا غيض منفيد ما شاهدناه أمس الأول بالاعتداء بالضرب من قبل الجيش اللبناني على السوريين، لا يعني ليس شيء أمام الشاحنة التي شاهدنا السلطات اللبنانية تنقل السوريين فيها وكأنهم قطيع من الأغنام. ربما هنا سؤال يتعلق بالجانب السياسي وطرح حتى داخل لبنان في الفترة الأخيرة، وهو اللاجئون السوريون المتواجدون في لبنان والذين يحملون أفكارا معارضة للسلطة السورية حاليا، هناك ربما درس أو دراسة لعملية إعادتهم إلى سوريا بدافع أو ربما أن هناك عفوا سيشملهم ولن تتم محاسبتهم أو ملاحقتهم هنا، يعني هل هناك ضمانات على هذا الموضوع يعني أم ماذا؟ مضحك مضحك هذا الكلام، من يعفو عنهم؟ يعني أنت إذا داخل الأراضي السورية اليوم يقوم حاجز أمني باعتقالك ويرمي بك إلى التهلكة، ومن ثم تبحث عن المال من أجل يعني أن يفرج عنك أو تقتل في المعتقلات، من يضمن أن إذا ما صدر عفو حقيقي من النظام السوري أن لا يعتقل هؤلاء؟ ولكن في الأساس هم هربوا من هذا النظام ليعودون إلى النظام ليصدر عفو عنهم. لماذا في الأساس ساروا على هذا النظام وطالبوا بأن يكون هناك دولة ديمقراطية في سوريا؟ لا عفو ولا أمان في سوريا ولا حياة كريمة داخل الأراضي السورية، ليس فقط في مناطق النظام بل بكامل الأراضي السورية. نعم، شكرا جزيلا على المشاركة معنا في هذا النقاش من القاهرة، سيد رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان.